السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ازاي احافظ على جسمي في الصيف واقدر اخس الدهون في الجسم؟ يلا بينا. ايه ازيكم يا شباب، عاملين يا بنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ازاي احافظ على جسمي في الصيف واقلل نسبه الدهون في الجسم؟ كلنا في الصيف زي ما انتم شايفين جو حار جدا جدا جدا، انا ما بقدرش اعمل تمارين في البيت يا كوتش. ازاي اقدر اعمل تمارين في البيت وما اتضرش بالحراره دي كلها؟ هقول لكم على كذا حل تقدروا تعملوه. اول حاجه هنتمرن في البيت يوم ويوم لا، يوم ويوم لا. اوكي طيب، ايه تاني؟ تاني حاجه نشرب ميه كتير على قد ما تقدر او على قد ما تقدر، عشان الميه هتقلل معانا نسبه الفاتس ونسبه الدهون في الجسم بسبب زياده الحراره والجو الصعب اللي احنا فيه. طيب تالت حاجه واهم حاجه، الشاي الاخضر ما نقطعوش 3 مرات، الصبح الليل في نص اليوم. ميه بليمون، نشرب ميه بليمون 3 مرات صبح وليل في نص النهار بتوقيت مختلف. بالنسبه للتمرين هنقدر نزود وقت التمرين باقصى حد ممكن عشان نستفيد بالجو اللي هيأثر معانا على نسبه الفاتس اللي في الجسم او نسبه الدهون. يعني نعمل التمرين ما بين ساعه وربع الى نص ساعه كل يوم، يوم ويوم لا. طيب اعمل ايه تاني في التمرين؟ لو مثلا عملت تمرين في الارداف اعمل معاك تمرين البط الابس، يعني اعمل النهارده تمرين ارداف مع تمرين بط، اعمل تمرين البايسبس الدراع مع تمرين البط. اقدر استغل واقدر استفيد رفع درجه الحراره للجسم عشان اقلل نسبه الفاتس والدهون. الناس اللي عندها الوزن بتاعها ثابت بيبقى في 3 عوامل احنا مقصرين فيهم، عملنا دايت ومش نافع معانا، جبنا برشام او جبنا حاجات تعلي الحرق مش نافع معانا. ايه تالت حاجه؟ التمارين. ما ينفعش نخس واحنا قاعدين في البيت، الدايت هيقلل معانا نسبه الفاتس اوكي، لكن 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 التمارين هي اللي هتظبط معانا جسمنا وهي اللي هتقدر تعمل لنا الشيب كويس، مش هتقدر ثبات في الوزن. حتى لو بقى معانا ثبات في الوزن مش هيبقى تخن، هيبقى ثبات مصيص، ثبات عضلات، والعضلات كل ما بيزيد كل ما نسبه الفاتس بتقل في الجسم. ما تخافوش من ثبات الوزن، اعملوا اللي انا هقول لكم عليه، دايت صح، مشروبات تعلي الحرق تمام، هتخسوا. يعني هتخسوا حتى لو وزنك 200 كيلو. ليه؟ لان كل ما بنغير جسمنا في التمارين والاداء الحركي كل ما جسمنا بيستجيب معانا وبيشتغل معانا خطوه بخطوه. اتعلموا وفهموا ازاي تعملوا لنفسكم انظمه دايت وازاي تعملوا التمارين الصح وازاي تقدروا تستفيدوا من الجو، سواء الجو كان حر او كان ساقع، وازاي نحل مشكله ثبات الوزن. كده خلصنا حلقه النهارده ان شاء الله، استنوني في حلقات تانيه كتير. عايزين نعمل شيء كتير عشان ايه؟ نتحدى ناس كتير وانتوا قد التحدي. السلام عليكم.